صوت تمام تمام بتاع دي باظت خالص خالص. انا ملزقها بس قدامكم كده، ايه ناخد بيها اللقطة. ازاي كالعادة، وفي بداية كل حلقة بحب اشكركم على كل الدعم اللي انتوا بتقدموه على القناة. احنا وقت تصوير الحلقة دي تقريبا كده بقينا 320 الف مشترك. تعال اتأكد بس، بقينا 325 ألف مشترك. حلويات بقى، حلويات 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 حلويات. بعدين بقى عن الحلاوة والحاجات دي، فبجد شكرا على كل التفاعل اللي بيبقى على الفيديو لما بينزل. حلقة النهاردة هتكون استكمالا للحلقة اللي فاتت، وهي المونتاج بالموبايل. زي ما قلت لك في الحلقة اللي فاتت ان انا هقسم الموضوع على حلقتين. في الحلقة الاولى او الحلقة اللي فاتت كنت اتكلمت عن الترانزيشنز او تكنيك كده في التصوير تقدر تعمله، فيسهل عليك في مرحلة المونتاج وتخرج بنتيجة يعني شكلها حلو. قلت لك ان انا هاجي في الحلقة الثانية وهشرح لك برنامج للمونتاج، بس انا النهاردة مش جايب لك واحد، انا جايب لك اتنين. والاتنين اللي هتكلم عنهم النهاردة الاتنين مجانيين مفتوحين، مفيش اي حاجة فيهم مقفولة، وكمان موجودين على نظامين، نظام الاي او اس ونظام الاندرويد. عبد الرحمن انت بتتكلم بايدك كتير، معلش. اول اب هتكلم عنه هو فيتا. فيتا ده انا لقيت عليه كل حاجة ممكن تخلي الفيديو بتاعك يعني. تعال نشوف، ده كده شكل الاب، ادوس عليه، دي الواجهة بتاعته. طبعا دي كلها حاجات كده اللي موجودة دي انا كنت شغال عليها. هتلاقي تحت كده على الشمال كلمة project، وده البروجكت اللي انت شغال عليه او يعني التايم لاين بتاعك اللي انت شغال عليه في مونتاج الفيديو. وعلى اليمين كده هتلاقي حاجة اسمها templates، ودي يعني قصة كبيرة او قصة جامدة. ايه بقى templates دي؟ templates دي بيبقى مونتاج جاهز، كل اللي انت بتعمله انك بتأديت جواه وتحط الفيديو بتاعك. يعني مثلا لو عجبك شكل معين، خلينا نقول ده مثلا، انت عايز تحط ده ستوري، كل اللي هتعمله انك تدوس على يوز ناو. بعد كده تروح تختار الفيديو بتاعك. بعد ما اخترت الفيديوهات اخش كده، يعني جامد. بعد كده بدوس على اكسبورت من هنا كده، سيفينج فيديو، بيبقى عندك على الموبايل بتاعك. هتبص هتلاقي بقى ايه تمبلتس كتير قوي، تمبلتس كتير قوي، يعني حرفيا كتير قوي، كل حاجه ممكن تتخيلها. فوق كده هتلاقي برضو الكاتيجوريز بتاعتهم، فتقدر تختار منهم وعيش يا معلم. صراحه حوار التمبلتس ده جامد، لو انت عايز حاجه سريعه، عايز مثلا تنزل ستوري كده بيبقى شكلها برضو ايه روش ومختلف. يجي الموضوع الاساسي هو المونتاج. علامه البلس اللي موجوده او العلامه الزرقاء اللي موجوده في النص دي، اول ما تدوس عليها تقدر تختار الفيديوهات اللي انت هتبدا تشتغل عليها. بعد ما بتختار الفيديوهات اللي انت هتشتغل عليها تلاقيهم اتحطوا كده بالشكل اللي انت شايفه. زي ما اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت، فموضوع الكت ده اسهل حاجه. يعني كل اللي انت بتعمله انك بتدوس على الكليب وبتشد الحته اللي قدام دي لو انت عايز تقطع زي ما انت شايف كده، وتيجي عند النهايه برده تشوف انت عايز تقطع فين وبرده تشدها كده. بعد كده هتلاقي عندك سبيد، لو انت عايز مثلا تخلي السرعه بتاعت الكليب ده اسرع او ابطا، عايز تخليه سلو موشن، عايز تخليه فاست موشن، فبرده عندك من هنا. نسيت اقول لك انك تقدر بصبعين كده انك تعمل زوم، بحيث انك تعرف تختار الحته بالظبط اللي انت عايز تقطع عندها. كده تعمل زوم ان وكده هتعمل زوم اوت، عشان بس ايه تبقى دقيق في الحته اللي انت عايز تقطع فيها. بعد كده في كلمه ريفرس، ريفرس ده دوس عليها هتلاقي ان الفيديو بتاعك بقى بالعكس، بقى بيتعرض بالعكس، فبقى الفيديو معروض بالعكس. طبعا لو عايز ارجع عن الخطوه اللي انا عملتها دي هدوس على العلامه دي او علامه السهم ده، كده خلاص هو لغى الاوردر اللي انا عملته. تقدر تلغي الصوت لو انت مش عايز صوت، وانت محدد الكليب بتاعك ودوست على ريبليس تقدر تغير الكليب ده بكليب غيره، يعني لو انت عايز تبدل ده بحاجه ثانيه. بعد كده تلاقي كابي لو انت عايز تنسخ الكليب ده مره كمان. زي ما انتوا عارفين انا ما بحبش اشرح التولز بس، يعني بحب اوظفها في فكره، بس عشان انتوا طلبتوا ان انا اشرح بس التولز فانا هروح كده سريعا في التولز. بس هعمل حلقه كمان هقول لك على افكار بقى تقدر تعملها بكل التولز دي. وعندك ديليت لو انت عايز تمسح الكليب بتاعك، بعد كده عندك روتيت لو انت عايز تلف الكليب برده بتاعك، عندك كل الزوايا عايز تلفه كده كده كده، فاهم؟ يديك كل القدره على التحكم فيه. يعني دي كده اول حاجه. تاني حاجه هتلاقيها موجوده عندك هي افكت. افكت بقى ده يعني مليان حاجات بصراحه اجمد من بعض. لو دوست على افكت فهتلاقي بقى ايه يعني مليان شويه حاجات كده. عندك مثلا الزوم ان، انت مثلا لو عايز تدي للموضوع كده شكل سينماتيك شويه او تخلي تعال نتفرج مثلا. انا مثلا عايز الكليب ده يكون سلو ان كده او في زوم ان كده بسيط لقدام، وانا في نفس الوقت انا متحركتش في وقت التصوير، فهاجي ادوس على سلو ان هتلاقي كده في
حركة لقدام بسيطة هو بيعملها ديجيتال، أو العكس إن هو يعمل زوم أوت، عايز الموضوع أسرع. كل حاجة بيبقى ليها برضو استخدام. طيب كمان لو عايز البلاك بورز أو الشريطين اللي هما بيبقوا بتوع السينما دول تلاقيهم موجودين، لو دوست هنا كده تلاقي السينما 2 تلاقي عمل الشريطين. طب لو عايز بقى دخلة برضو ايه سينماتك كده بتلاقي الشريطين نزلوا من فوق برضو هتلاقيها موجودة زي ما انت شايف دلوقتي. كمان لو عايز الموضوع يبقى اوت صراحة جامد يعني. فريم هتلاقي عندك بقى ايه اشكال كتير قوي انك تقدر تلعب في شكل الفيديو بتاعك زي ما انت شايف كده، هتلاقي في عندك اشكال كتير قوي تقدر تستخدمها بتخلي يعني شكل الفيديو كده ايه اروش. ومفيش حاجه فيها مقفوله يعني، كلها مفتوحه كلها مجانيه، كل اللي بتعمله بس انك تدوس على داونلود تحملها. يعني اشكال كتير قوي وافكار كتير قوي تقدر تخلي شكل الفيديو بتاعك يعني جامد. وهنعمل حلقه ازاي بقى نستخدم الحاجات دي ونوظفها في ان احنا نخرج بشكل ايه يعني صايع، لو انت عايز الدنيا كده او الحيطه تتكسر. وعندك مثلا الفانتوم ده بيخلي يعني كده ايه في ترانزيشن برده وشكله حلو، والكلاب ده بيعمل كده ايه ده بشكل كبير. خلينا نفترض بقى ان انا عايز اوظف الايفكت ده او ان انا عايز احطه في مكان معين. فلنفترض مثلا ان انا اخترت لايت ده، تمام، هدوس على علامه الصح، هبص هلاقيه بقى فلاير موجود لوحده تحت. زي ما قلت لك هنعمل زوم ان كده بصبعنا، تدوس دوسه مطوله عليه تقدر تتحكم فيه وتخليه في المكان اللي انت عايزه. فمثلا احسن استخدام لي هيبقى بين الكليبين، يعني مثلا انا هحطه هنا بحيث ان انا اعمل كده تلاقي اللايت بقى موجود بين الكليبين. عايز يجي هنا شويه كمان زي ما انت شايف كده بالظبط. فزي ما قلت لك دوسه مطوله تقدر تتحكم فيه يمين شمال بقى تشوف انت عايز تحطه فين. جنب افكت هتلاقي حاجه اسمها انمي، دي هتدوس عليها هتلاقي بقى ايه شوية حاجات كده ايه موشن بقى بيتحرك كده. مثلا يعني بص مثلا تلاقي كده في لوب طالع وبتاع، هتبص مثلا تلاقي هنا في ووتر دروب هتلاقي كده عمل لك نقطة ومية كده وحركات. كل الحاجات اللي انت ممكن تتخيلها زي مثلا بيرنينج ده تلاقي مثلا الانترو بتاعك الورقة بتتحرق كده والكليب بتاعك بيطلع. سبليت ده جامد يعني، مثلا انت لو عايز مثلا الكليب ده يبقى تت كده مع المزيكا بقى الحركات دي بتفرق جامد. برضو تدوس هنا كده تقول مثلا انك مش عايز على كل الكليب ده، انا مثلا عايزه في الحته دي بس مع المزيكا طبعا. فهتبص كده لما تيجي تعرض تلاقي في الحته دي بس هو بقى كده، بعد كده رجع طبيعي. فمن انمي دي تقدر بقى تعمل برضو ايه حاجات كتير. خلينا نمسح ده. بعد كده هتلاقي تكست، تكست هنا مثلا تكتب اي حاجه، خلينا نقول مثلا ايه خد حلاوه، تمام. شوف بقى زي ما انت عايز، دوس على فونت تقدر تختار الستايل بتاعه، مثلا خلينا نقول ده زي ما انت شايف كده اشكال كتير قوي، اشكال كتير قوي فعلا تقدر تستخدمها. لما تدوس على تايتل هتلاقي زي في انيميشن كده، او لو انت عايز تعمل لور سيرد مثلا زي اللي بيطلع جنبي كده زي اللي انت شايفه دلوقتي ده، تلاقي برضو في هنا حاجات كتير قوي ممكن تستخدمها للشكل ده. وده طبعا لو انت شخص بيصور الفيديوهات بتاعته بالموبايل وعايز يرفع على اليوتيوب فالابلكيشن ده يعني جنة بالنسبه لك. بس كده علامه صح، لما تيجي تعرض كده تلاقي كده ان الستايل بتاعك بقى زي ما انت شايف كده بالشكل اللي انت اخترته. هتلاقي بقى فيه اشكال كتير قوي، يعني مثلا نختار ده تلاقي ظهر كده تحت عندك في الشمال. نيجي بقى للحته الجامده الميوزك، دوس على الميوزك تلاقي عندك يعني كل اللي انت عايزه، كل اللي انت عايزه من المزيكا، وكمان مقسمهم كاتيجوري كده. فهتلاقي مثلا بوب بلوك كيدز، وهتلاقي حاجات كتير قوي مثلا ريترو اللي انا اسمع دي، بعد ما تختارها ممكن كمان تدوس عليها فتقطع الجزء اللي انت عايزه يبدأ منها. زي ما قلت لك دوسة كده مطولة خليها في أول الفيديو بتاعي، مش لازم خلينا من هنا. طبعا دي أهم الحاجات اللي موجودة. كمان في حركة هقولك عليها علشان تشيل الووتر مارك بتاعته، هو كمان البرنامج قايل لك ان لو انت لو مش عايز الووتر مارك فماشي شيل. تيجي عند الترس اللي موجود فوق كده وهتلاقي فيتا ووتر مارك، اقفل دي كده ما بقاش فيه اي ووتر مارك على الفيديو بتاعك لما تعمل له اكسبورت. وزي ما قلت لك انت دلوقتي عايز تخرج الفيديو ده فهتدوس على اكسبورت تلاقي هو بيقول لك سيفنج فيديو وبينزل على الموبايل بتاعك. بس كده ده اول واحد، وبصراحه انا شايفه يعني من اقوى برامج المونتاج للموبايل اللي ممكن انت تستخدمها، يعني انه عليه كل حاجه في نفس الوقت هو فري. البرنامج التاني انا مش هتكلم فيه كتير لان هو يعتبر شبه التاني وانت فهمت الفكره يعني. بس الميزه الموجوده في الابلكيشن اللي هوريه لك دلوقتي ده عن ابلكيشن فيتا حاجه يعني بصراحه هي مهمه. ده كده اول ما تدوس عليه ده الشكل بتاعه، وهتلاقي فوق تمبلتس وفلتر ميوزك افكتس فونت وستيكر، برده من علامه البلس دي تختار الفيديو بتاعك
new project وتبدا تشتغل عليه. اهم حاجه واحسن حاجه موجوده فيه هي الافكتس، انك بتقدر تستخدم ساوند افكتس. خلينا نقول مثلا ان انا هستخدم الكليب ده، تدوس على اد ميوزك هتلاقي عندك ميوزك وهتلاقي عندك افكتس وهتلاقي عندك ريكورد. تقدر تسجل على الفيديو بتاعك لو انت عايز مثلا تعمل في او او تعليق صوتي على الفيديو بتاعك. زي ما بقول لك فاحسن حاجه فيه هي الافكتس دي. هتلاقي فوق في اقسام كتير قوي زي ما انت شايف كده، كرتون، فاست، سويش، فاني، ماشين. خلينا نقول مثلا كرتون. طبعا ده صوت الوشو. فلنفترض مثلا انك عايز تختار ده، تدوس على تشوز. انا عايزه مثلا في الحتة اللي هو بيجمب فيها بس زي ما انت شايف كده. وعندك هنا التكست، تقدر برضو تستخدم حاجات كتير قوي زي ما قلنا هناك. برضو في الزوم ان والزوم اوت وكل الافكتس اللي انت ممكن تستخدمها، بس دي موجودة برضو في التاني. كمان من احسن الحاجات اللي موجودة فيه برضو هي الفلترز اللي موجودة عليه، او التون بتاع الالوان اللي انت ممكن تلون بيها الفيديو. هتلاقي بقى اشكال كتير قوي بصراحة، يعني اجمل من بعض كله. ممكن تختار شكل معين او درجة لون معينة، كمان تتحكم فيها مانوال، تتحكم في الكونترست وتتحكم في الاكسبوجر بتاعك. كل حاجة ممكن تتحكم فيها اكنك بتلون صورة، فبرضو يعني حركة جامدة. بعد ما خلص تدوس على اكسبورت، تختار الكواليتي اللي انت عايزه ينزل بيه، مثلا 1080 عايزه على كام فريم، والبيت ريت بتاعه زي ما انت شايف كده. تمام، هو بيقول لي هنا دلوقتي 7 فيديو واكسبورتنج، بعد كده هيبقى موجود عندك على الموبايل بتاعك. بس كده، ده كده شرح سريع للابلكيشنز دي. بس انا هعيد استخدامهم مره كمان، مش بالشكل السريع ده او مش بس التولز، انا هقول لك ازاي بقى ايه نطبق افكار زي ما احنا متعودين. زي نبذه سريعه، مثلا البرامج دي تقدر لو انت شخص عايز يبدا محتوى على اليوتيوب مثلا، وعايز برنامج يقدر يمنتج عليه، بيعرف مثلا يستخدم البريمير وعايز حاجه كده تكون سريعه معاه وعلى الموبايل، فانا هعمل حلقه قريب عن الموضوع ده. اتكلم انك تقدر تعمل فيديو او محتوى كامل على اليوتيوب بس من الموبايل، من اول الاضاءه، الصوت، التصوير والمونتاج. استنى الحلقه دي، هسيب لك لينك البرامج دي تقدر تحمله في الديسكربشن من تحت. كمان هسيب لك لينك الانستجرام بتاعي، خش خد لك بصه، ولينك بتاع صفحه الفيسبوك، خش هناك واعمل لايك وشاركنا عشان هتلاقي فيه قريب حاجات كده هتعجبك. ما تنساش لو عجبتك الحلقه انك تعمل لايك وشير وتشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، تنزل تقول لي رايك تحت في الحلقه دي، عايز تشوف ايه في الحلقه اللي جايه.